متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أحييكم أجمل تحية وأطيب ترحيب في هذا المساء الذهبي الكبير في مساء الرموز. نلتقي معكم في هذا المساء حيث تتواصل الإبداعات، حيث تتواصل الطموحات في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. سارت هذه الذلل الأصايل لنكشف على مكنون الشوط وغامض سريرته، حيث نلتقي معكم مجددا وتسير هذه الذلل من أجل أن تلتقي بالكأس والرمز الغالي والثمين، وكأنها تقول مستعينة في سيرها: وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي بالشوق خير بياني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فإن عيوني في اللقاء لساني. الله، يا هذه الشعارات التي انطلقت بطموحاتها الكبيرة من أجل خطف الانتصار. نبدأ معكم مع المركز الأول، مع مسيل من يتقدم بشعارك يا بن غدير. من يتقدم مع المركز الأول يبحث عن هذا الرمز الغالي والثمين، أن يذهب به إلى مرغم، إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن مجمل هذا الشوط وأمتار فيه الكثير والكثير من التفاصيل. سالم بن راشد بن حمد بن غدير، اكتبي من يقدم لنا مسيل مع المركز الأول. بينما المركز الثاني بدأت التغييرات من هذه اللحظات مع هذه الشعارات التي هممها كقمم جبال طويق. الطويق غير إلى المركز الأول وتسلل مع هذا الشعار بحثا عن الانتصار. ناصر بن سالم بن حمد العويسي الذي يبحث عن السبيل لخطف هذا الكأس والرمز الغالي والثمين. المركز الثالث وصل في هذه الأثناء، وصل الفيصل، وصل هذا الاسم وهذا الشعار. الفيصل شعار الذي حضر وتقدم مع المركز الثالث، يا المحرمي محمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي، من يقدم لنا الفيصل. والمركز الثالث أيضا وصل علال وسعيد بن راشد بن فالح الشامسي، من يقدم لنا علال الذي تسلل إلى ثالث المراكز. المركز الرابع وصل في بن مروشد، وصل المتألق مع متعب. هذا هو متعب الذي في آخر إنجازاته هنالك في كأس الأولمبية السعودية، الذي خطف شوط القعدان اللقاي العام. ها هو يبحث عن المزيد من الانتصارات، ولكن غير بالرفعان. وصل مع ليث، وصل مع ليث، حيث أن هذا الشعار عندما يتواجد لا تأمن الفوز إلا بعد خط النهاية. بدأ يقترب عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني بمتابعة الشرس ماجد بن محمد بن حمد المري. خامسا وصل الشامسي، وصل مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، من يقدم لنا عديم الذي لا تنقطع الآمال دائما وأبدا مع هذا الشعار في أشواط الرموز وفي أشواط الذهب وفي مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الأجواء الرائعة والجميلة، الأجواء الغائمة، أجواء بالتأكيد لا تنسى أبدا في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. ولكن نعود معكم إلى المركز الأول. أعود
يعود إلى طويق، طويق 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 بهمة طويق ينطلق مع المركز الأول. ومنذ أن بدل على مقدمة الشوط وحتى هذه اللحظات لم يغير موقعه، رغم أن شعار بن مروشد بدأ يقترب ويرسم المسيرة على قمة جبال الإنجازات وعلى ضفاف بحر التاريخ. وصل بن مروشد مع المركز الثاني مع متعب، كل اسم من هذه الأسماء في رصيده العديد من الإنجازات، ولكن هل سيذهب من هو في المركز الأول بالرمز أم لبقية الأسماء القادمة من المراكز المتأخرة؟ رأي آخر أرى هنا بدأ يقترب مبدع، بدأ يصل مع المركز الثالث، وأول نداء لمبدع فيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد. أيضا هنالك من وصل، وصل نظيم عمير بن فهد بن شنار القحطاني، وصل القحطاني، وصل عمير، مرحبا بهذا القدوم، مرحبا بهذا الحضور، أول موسم لهذا الشعار في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، وهذا هو أغلى مسمى على قلوب الملاك القحطاني. ولكن بن مروشد ذهب بالانتصار، ذهب مع متعب، متعب الذي يدل جيدا القمة وطريقها، الذي يدل جيدا الرمز وطريقه، بدأ بالوصول، وصل القرهود وجويعد بن فهد بن ناصر العجمية، وصل هذا الشعار مع المركز الثاني. ولكن بن مروشد يتألق في الأمتار الأخيرة ويبدع دائما وأبدا في كل محفل وفي كل مهرجان. خلقت من الجبال أشد بأسا وقد تيأس الجبال ولست أيأس. نعم بن مروشد لا يعرف اليأس أبدا، الرمز رمز خادم الحرمين الشريفين، يرفع الكاس بن مروشد، يرفع الرمز بن مروشد مع هذا الشعار متعب مع الفوز والانتصار. تهانينا والف مبروك لمالك متعب راشد بن مروشد الذي يظفر بالانتصار. المركز الثاني حضر فيه مع اكسبو رياض بن ثامر السعد، والمركز الثالث حضر في حان بن ظافر الرشيد مع مبدع. المركز الرابع القرهود واجويعد بن فهيد بن ناصر العجم. المركز الخامس نتابع وإياكم مشاهدينا في كل مكان، يا من تحبون هذه المنافسات والقوة والإثارة في مهرجان خادم الحرمين الشريفين. هكذا هي الإثارة، هكذا هي المتعة، هكذا هي القوة ما بين الشعارات. واستطاع متعب الذي في رصيده العديدة والعديدة من الإنجازات وآخر إنجازاته قبل هذا اليوم هنالك في كأس اللجنة الأولمبية السعودية، استطاع أن يظفر بهذا الرمز وبالتالي يحضر في هذا اليوم وبمتابعة دائما.